كل الاجواء تماما 100%. الدخول كان سهل جدا من 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 اول محطه الى حد هذه النقطه. كل الدخول سهل جدا، السلطات متعاونه، يعني تنظيم جيد جدا، ممتاز جدا ممتاز. ربي يعيشكم ان شاء الله، وان شاء الله يا ربي مربوحه ان شاء الله، موريتانيا ان شاء الله للدور الثاني ان شاء الله. لبدء نشكر جميع المنظمين اللي قايمين هنا في الملعب، نشكر الشرطه فني وكافه اطياف الامن على التنظيم محكم. اليوم نشوفوا جمهور متواضع، جمهور متوسط، لكن تنظيم جيد وجمهور فني تخليهم بحكمه، تخل برازانا، دار دروس من الدروس اللي فاتت. في الحقيقة اليوم درس للمقابلة إن شاء الله الجاية. والله كي نجو نشوفوا هالتنظيم، تنظيم لاباس به، شيق، وخاصة في ولاية وهران. كل شيء راه في المحل تاعه ما شاء الله، من ناحية الأمن، من ناحية التنظيم، التنظيم المهم. وش غادي نقول لك، حياة زينة وشابة. نشكر الأسلاك الأمنية اللي راهي قايمة بالتنظيم، وحنا نحتاجوا لدعم الجماهير لهذه الدورة هذه. ومبروك علينا ان شاء الله 2025 ان شاء الله لا كوب دافريك ان شاء الله نسحقوا ونستاهلوها، نستاهلوها ان شاء الله. السلام عليكم وبركاته. جيت هنا الملعب ميلود هاتفي رحمه الله، في وجدت في كل شيء تنظيم، احسن تنظيم الحمد لله يا ربي. انا داخلين من برا الملعب الحمد لله ما لقينا حتى صعوبات، وكل شيء كاين تنظيم. الله يبارك. بيباج يري ربي حبيبي.